انعثر المحققون في مكان تفجير حر تحريك وعلى بعد 40 مترا تقريبا على إخراج قيد للانتحاري، حتى بدأت التساؤلات عن عدم احتراق هذه الورقة. هل ذلك مصادفة أم تركيبة أمنية؟ وقد بات إخراج قيد الانتحاري قطيب الصاطم شغل الناس الشاغل، وبدأ بعضهم على مواقع التواصل بإطلاق النكات كالقول إخراج قيد اللبناني محمي من التفجير، أو إخراج قيد هو درعك وبطير ضد الانفجار ضد الحريق وضد الرصاص. علماء المتفجرات والخبراء بالورق ماذا يقولون في هذا الأمر الذي حدث سابقا في انفجار الوزير الشهيد محمد شطح يوم عثر على صورة شبه محروقة لدفتر سيارة الوزير؟ يصير ساعة الانفجار هالكتلة الغازية بدرجة حرارة عالية بدها تتمدد، بدها تطرد كل شيء فيه هواء حواليها، بدها تقطع الأكسجين. كرمال هيك بقول انه لما بصير انفجار اذا في حريق بينطفي لانه ببطل في اكسجين. عم تصير بهالجزء من الثاني بمحل الانفجار، اذا بعدت من الانفجار وما اجاها شيء غير مباشر بعدين هو حرقها، طبيعي جدا انها ما تحترق. اذا فيني اوصل دغري للنتيجه انه من الطبيعي جدا انه يصير في اوراق او اي شيء بعدت عن الانفجار متى يتجاوز العشر امتار وما تعرضت لمفعول حرائق غير مباشر إنها تضلها غير محترقة. بس بهاللحظة اللي هي جزء من ألف من الثانية بتنلطش من الحرارة وبتضلها أنتاكت، وشي طبيعي جدا يصير هيك. لما طارت بالانفجار يظهر نزلت بمكان محاطة بالنار وبلشت تاخد بالنار تولع، ولما وصل لمكان اللي فيه عليها النايلون اللي هي الدولة بتحطه طبيعي إن هي تطفي. والدليل ليه؟ لانه هيدي ورقه جايب لك اياها انا، هيدا سماكتها 120 جرام الورقه، هيدي سماكتها 140 جرام او 160 جرام. هنولع لك نحن هون بالنسبه ل هلا هي فيها نايلون اللي بينحط على اخراج القد. شوفي لاحظي من الميل اللي اشرتها ما فيها نايلون طولع، بس توصل على النايلون شوف شو بيصير، انه هو هذا بحطوه حمايه لحتى يحافظوا عليه ما يدوب الكلام ما يحترق. بيطفي الردي بيطفي. شوف ها. طيب واللامينات شد الورقه الزياده موجوده على هذه الكرتونه، هي الزيتة بتبقى موجوده على اخر شيء ولا اسمك بعد؟ لا تقريبا يمكن تكون، لا هذه اراء، بالعكس هذا 80 ميكرون هذا 24 ميكرون. هذا يعني النايلون المحطوط هون هذا طبعا لازم يكون حميتها اكثر. ها اذا فرجيكي كمان على مستوى ان الدوب ما بتدوب. حزنا بالانفجار انه ورقتين ان كان بحر تحريك وبشطح مدقورين نكزه من على جنب بالنار، هذا شو ببرره ساعتها؟ تبرير انه هالجزء البسيط جدا من الثاني ساعة الانفجار بحراره عاليه كل شيء بده يتعرض لحراره عاليه، بس بهالفرق هيدا انه اذا قذف لمحل بعيد وما عاد تعرض لمفعول حريق من المفاعيل غير المباشرة للانفجار بتسود الورقة أو بتنلطش بس بتضلها انتاكت. علم الورق اللاميناج اللي كان موجود على إخراج إيدي ده شو كان؟ إذا كان بحرارة قوية كتير بده يدوب بده يحترق، أما إذا طار هو والع ونزل بمكان بوقف فيه نار بيطفي، بس وصل على النيلون بيطفي. وأشار خبير المتفجرات إلى أن الأوراق لا يمكن أن تصل إلى بعد 40 مترا إلا إذا كانت محمولة بقطعة ثقيلة، وهذا ما يبرر وجود الورقة بجانبها أشلاء الانتحاري. رشا الكرم، قناة الجديد.